يلا لسه في ايه ده ايه ده ايه ده حلو. لو يوسف يخش معانا. استنى بقى استنى استنى، انا عايز يوسف معانا. انت مش ملاحظ ماشي. ولا ايه؟ لا ما خدت. اه انت صح، كل شوية كان يظهر لنا في اللعبة ان انت لفت. انا كنت لسه جاي ادغدغك بالدبابة دلوقتي. قمت عملت لفت. شفت ربنا؟ شفت؟ شفت ازاي؟ عشان انت عشان انت لقيتك مش حلوة. شفت بقى حظك. ايه ده، هو مين ده اللي انا ركبت معاه الطيارة؟ انا انت؟ جاي لك تاني واقف. تعال احنا الطيارة ويقترب مننا. طب يلا نلعب مهمات. ايه بقى حلوة باربعة؟ انا شايفك اهو طاير يا كلب هناك اهو. اوعى تضرب روكت ده اللي هو الطاير بسرعة. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تقتلش لان احنا في ميشن. اهدى خد بالك احنا في مهمة. ماشي ماشي. سماح سماح. ده انا كنت لسه اضرب الصاروخ عليك. اوعى طبعا يوسف حكمتها براز يا يوسف. احنا جايين نعوم ولا ايه يا بودي؟ اضرب نار يا بودي عن الحاجات دي. ايه ده يا بودي اضرب؟ اضرب مش عارف. طب انزل اضربهم من تحت. ايه ده احنا وقعنا؟ انا مش عارف اطولهم. ولا انا ولا انت. هم قاعدين بيتحركوا بسرعه مش عارف اضربهم. طيب انا بعدين انا هنزل الميه. عايز تنط؟ تنط. هنزل اتعامل معاهم. ننزل اتعامل. بس اللانش ده انا خايف منه. الراجل لا انا خايف انزل عشان ضربت اللي على اللانش. بس كده انت كده ضربت على اللي على اللانش كده احنا في الامن. تمام. دي اللي هنفجر الغام؟ لا مش كده. استنى استنى استنى. استنى بس عشان الطيارة ما تنفجرش عشان احنا ممكن نتكلم. بعد المهمة دي على طول هنخش بقى استاد باربعة؟ تعال انزل. تعال خد شنطة من هون. تعال. طب استنى بس. تعال عشان في طيارات جاية. طيارات جاية؟ أنا الـ RPG فاضي. يا عم سيبك من الـ RPG دلوقتي. فين الشنط دي؟ ما هي الشنطة بتاعتك متعلمة على البتاع. إيه ده هموت هموت. أجيب طيارة وأجي. خد الشنطة يا فادي. استنى يا عم هموت أخد أرمى. موتهم أنا أنا موتهم. خد الشنطة دي. ماشي فين دي الشنطة؟ يلا تعال اركب الطيارة. فيها مونات دي ولا ايه؟ تعال اركب الطيارة بس. ماشي. بسرعة يلا بسرعة بسرعة عشان في طيارات جاية. يلا طير بينا. انجز. بس عشان بيضربوا من ورانا عايز اجيب. مش عارف اجيبهم. اوبا ليه كده يا عم؟ حرام عليك يا بودي. هاي هاي. اضرب مين؟ اضرب مين؟ تعال انت انزل لنا عشان احنا محتاجين الطياره اللي معانا. يا نهار اسود. تعال نسمع. وقع في الميه. تعال اركب معايا. تعال اضرب الطيارات دي. دوان اضرب الطيارات. أني واحدة دي لوك. اضرب اي طيارة تلاقيها عندك. تعال اركب معايا اللانش. استنى خدني معاك في اللانش. لو متنا متى كمان المهمة تبوظ صح؟ لا 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 لا. هو انتوا رحتوا فين؟ احنا في لانش. اوه جود جوب. ايه ده ده في تلات طيارات فوق يا جدعان. عندك طيارات يا دوان. فين دي؟
المهمة دي صعبة أوي يا جدعان. أنا معيش صواريخ يا جدعان. إيه ده بقى؟ هموت والله. أي خدمة؟ استنى استنى، ده الشنطة وقعت تحت في العميق. إيه يا جدعان ده يا جدعان؟ أنا شكلي هموت. انا مش عارف اضرب الطلق. انا معايا سنايبر صح؟ ما اجيب الطيار بالسنايبر. لا ده ديوان اللي ركب الطياره اللي فوق. انا بموت. بص وقعت لك طياره بالسنايبر. الحمد لله يا رب. الشنطه مش لاقيها. ايه ما وقعتش لسه. انا عامل الشنطه مش عارف مش عارف انا بقول هي على ايه. الطياره الطياره نزلت في الميه خلاص. اعمل ايه تاني يا جدعان؟ انت جبت الطياره دي منين يا ابراهيم؟ اشتريتها وعدلتها. ابا ابا في طيارات تاني فوق. فين؟ الشنطة فين؟ اهي. ثواني. تخيل طيارات بتتضرب بالسنايبر. وقعت مصعد الطيار. سلام. ايه فجرتها في الجو. يلا بقى اقعي بقى يا باي. ايه ده؟ ايه؟ بس يلا ده انا ماشي بس. ايه ده؟ ايه ده انت؟ ابراهيم ولع لك في ايه ده الطياره اختفت؟ ايه ده الطياره؟ ايه ده؟ لا الحاجات دي لازم الله ينور يا ايه التهييس ده؟ بودي خلصت كده المهمة ديت نبدأ بقى هستات. يا عم خلصت ايه يا عم؟ بقول لك الشنط وقعت. يعني نروح نجيبها؟ اركب معايا يا عم. ماشي. ايه؟ المهم اعمل لفت. ابراهيم تقول لفت. اركب يا فندم. استنى انا واقف مش عارف اقعد. نت ابو كرتونة. اركب يا عم. مش عارف اقعد. ما بيقعدش. ما ب... اف الله انا مفكر ايه ايه يوسف انت فين دلوقت؟ طب يلا بودي بقول لك هو المهمة دي لسه لها ايه تاني؟ ماشي انا مال ايه يا عم مش تقول لي انا نزلت تحت السفينه. انت اللي في البحر هناك فين يا كابتن؟ اه ايه ده؟ كنت هغرق. ايه ده الهدوم اتبلت. معلش يلا تعالى. انا جبت الشنطه. ايه اركب اللانش. ايه ايوه بفرح كده اما حاجه حلوه تحصل في اللعبه ابقى مبسوط. المتخلف جه فجرني دلوقتي. قلب ديزر ده مش تبقى ايه ده؟ اوبا انت كابتن يوسف. اه صدق بسيف يوسف مش تبارك لي يا يوسف؟ ايه اشتريت بيت وكروما اخيرا. العربيه الكروما. اه مبروك. انا من اول ما لعبت اللعبه ما كانش معايا حاجه خالص. كل ده متحوش ده؟ اه كنت بنزل الاقي
كنت بنزل الاقي نفسي في الشارع. تعال تعال رايح فين؟ لا لسه استنى لما اطلع سلاح. مفيش حد معاك احسن احتياطي يا عم. فات 25 قلت استنى عشان ايه يعني 25 يعني يلا رجل. شوف ابو دي النهارده فرجت بسرعه ازاي. عارف يا يوسف امبارح كنت بلعب انا وبودي وكنا محتاجين اتنين يجوا معانا، قعدت اكتب بوستات على الفيس اكتر من ساعه محدش عبرني. مش عارف ممكن بس عاش يا فادي بقيت بتجيب لايكات حبيبي. انزل يلا بقى نبدا ال السيت اب ماشي.